الله ديما وهذه لقطة ليلية وهذا بيتنا وهذا الشامية. قلنا بنجرب ونطلع ورايحين بعد نزور نسيبنا الدكتور علي الهديب شافاه الله بالمستشفى الأميري وكل مريض أبو عبد الرحمن أي والله سبحان الله. فالديمة استمرت يعني فعلا من الصبح وما توقعوا الأرصاد جوية. نعم اي والله مولانا شنو تسمونها انتم مصر اذا المطر استمر يومين؟ نسموها الشتاء. شتويه نقول حوالينا لعلاينا عند المصريين. اي والله مدد حقت بتحت منها. بس هي تعلمنا كان الوالد سيد سرمعي درسنا جغرافيا ترى منها للسماء في السلميه يا رب. يقول لك اذا السماء متماسكه يعني المطر راح يستمر. على العموم ان شاء الله تكون مطرة حلوة. احنا صورنا الديمة بالنهار وقلنا نصورها بالليل ونزور المرضى. قال صلى الله عليه وسلم لو زرتوه الاكل ثلث هواء وثلث ماء وثلث. مولانا يا رب جبلي منها حتة يا رب. ما هي فوائدها مولانا؟ المطر كيف تميز المطر النعمة والنقمة؟ ها سيدي مولانا الحجازي عمره ينزل من السماء نقمة خالص. لا مرات يغرق ومرات يهدم ويهدم في بيوت يعني الله ما يعذب بالمطر. نعم لا في بعض الدول يصير هي بيضم قش ما بيهلكوه. لا بعض الدول فيها جبال يصير انهيارات وصير. يا رب انها رحمة. والمطر شنو فوائده مولانا؟ نعم مطرنا بفضل الله انما الماء مطر. الله ولا يصعد الى السماء انسحاب عزبي سهل من الشرق وإن لحظه الملح مكث في الأرض. يا علماء الأذكر يا ملح البلد. أي والله الملح سبحان الله. هم في سيارة رمضان يأكل في الشموم. أقول لك مولانا في ناس كمان تمشي بالمطر مو يعني مو مريحة. كان يحب المشي بالمطر؟ هدي يوم يعرض نفسه بالمطر. يعرض نفسه الله الله من صلى عليه. هذا من يعني فوائد الحوار مع العلماء. والعلماء ورثة الأنبياء. خلينا نشوف الطرق السريعة شلونها شنو وضعها. هي جولة وهي استكشاف. أي مستشفى؟ هو الأميري شافاه الله. عافاه والجميع الفاتح. يا رب والله مطر قوي يا ناس. مطر يسمونها الكويتيين. شدت يا ربي بهم وبآلهم يعجل بالنصر وبالفرج. اشتدي أزمة تنفرجي قد آل ليلك بالبلجي حتى يخشاه أبو السرج. عموما احنا لازم نأرخ كل شيء. مطر حار صيف شتاء ربيع خريف. ان كل من شيء لا يسبح بحمده. وهاي الديرة العاصمة شوفوا الابراج مبينة. بس يعيب عليه العلماء اللي يتعب عليه. الله يا رب. الله الله هم في غرقة مولانا. أقول هم في غرقة. غيض الماء واستوت على الجودي. كمية المياه منو يحسبها مولانا؟ تتحسب؟ كمية المياه يقولوا يعني نزلت على الكويت كذا كمية على الدولة شلون يحسبوها؟
لا في أجهزة رصد. والمية تروح البحر. ولان المية تروح البحر بالنهاية ولا فيها ينزل بالبر؟ لا ينزل بالبر والخزانات والبتاع. يعني على بلد زي المنطقة اللي بتاعتهم عندهم خزانات اسمها تقدرها كذا، يبقى كل مساحة قد مساحة البتاع دي كده روح ضاربها على البلد كلها على الصحراء وعلى اي والله صح. ينزل البلد نسبة من المياه كذا نسبة تقريبية. علم الإنسان ما لم يعلم. والطيران يتوقف؟ لا لا مصر هي من الطيران يروق له الجو. عاصفة صلوا على الحبيب زيد النبي. شغلت السيارة بتحلو يا شلون؟ ما قعدنا في البرد موتنا ليه في بعد مكتين علينا بيه وبوك فتح الباب عليه. ما شاء الله مطرة قوية وإن شاء الله يا رب إنها متوقعينها تستمر كذا يوم. يقولوا كذب المنجمون ولو صدقوا. يا رب خير وبركة على الجميع بجاه سيد الكونين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وشكرا.